أهلا بكم. استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى خلال استقباله لرئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية استعرض آخر مستجدات في فلسطين لا سيما التطورات في قطاع غزة ومدينة رفح إضافة إلى أولويات الحكومة الفلسطينية وبرنامج عملها. أعربت المملكة عن إدانتها للاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في القدس المحتلة الذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وحملت المملكة في بيان للخارجية حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم بحق المدنيين والعاملين في المنظمات الإغاثية، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة. الأخبار والأحداث المتتالية في فلسطين. اجتياح رفح وهمجية الحكومة والجيش الإسرائيلي تتطلب داعما لا تغيره الضغوط ولا يبدله النكران، ويعيش فلسطين شعبا وأرضا. لذا كانت وجهة الفلسطينيين دوما صوب المملكة، موقفها ثابت ولا تقبل الإملاءات، وقضية إقامة دولة فلسطينية وعيش شعبها بكرامة على رأس أولوياتها. ثبات الموقف السعودي أثمر عن زيارة ثانية خلال أقل من شهر من قبل رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. التقى خلالها بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بحث مستجدات الأوضاع بالضفة الغربية وقطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام وإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وطلبت الخارجية السعودية المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية. جهد سعودي متواصل على الأصعدة كافة لحل جذري ونهائي لفلسطين والاستقرار الشرق الأوسط. الأحداث المتتالية أكدت أن ثبات الموقف وصدق النوايا رابح، واستطاع تعرية إسرائيل وغطائها الغربي وازدواجية معاييرهم. الأفق المنظور والدعم السعودي للحكومة الفلسطينية الجديدة والاعتدال ووضع الحلول العملية والقابلة للحياة وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ينبئ بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية مهما طال الزمن، لأن الاستقرار يمر عبر الحل المحتوم. الإخبارية محمد العوفي. ضم لنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سامي المرشد. أهلا بك معنا في هنا الرياض عبر الإخبارية. زيارة ثانية خلال شهر لرئيس الوزراء وزير الخارجية إلى المملكة، ما أهمية الدعم للرياض لهذه الحكومة الفلسطينية الجديدة؟ تحياتي لك أخ خالد وللمشاهدين الكرام. الواقع أنه المملكة العربية السعودية التي ترعى هذه القضية العادلة، قضية الشعب الفلسطيني وقضية العرب المركزية منذ بداية الاحتلال قبل عقود طويلة، ما زالت في الواقع هي في المقدمة ترعى هذه القضية وتثبت الحق الفلسطيني على كافة المستويات الثنائية بالاتصال بالشرعية الفلسطينية كما تفعل الآن. وكما ذكر تقريركم، هذه الزيارة الثانية لدولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية السيد محمد مصطفى، واستقبال من قبل سمو وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان. وهذه البيانات التي تصدر وهذه الجهود، يعني المملكة العربية عقدت المؤتمرات الدولية وأخذت وقادت اللجان التي انبثقت عنها من المؤتمر العربي الإسلامي، جابت العالم لتثبت هذا الحق الفلسطيني في الوقت الذي يسعى به رئيس وزراء إسرائيل المتطرف إلى السباق مع الزمن، محاولا بإجراءاته العسكرية أن يصفي هذه القضية، ولكن تتصدى له الدبلوماسية السعودية بحزم وهي تثبت هذه القضية وعدالتها
على المجتمع الدولي وتفرض الشروط العربية بإقامة الدولتين، حل الدولتين. الدولة الفلسطينية هذا حق مشروع يكفله القانون الدولي وتكفله الأعراف الدولية، ولم يأتي من فراغ، أتى من جهود سعودية وعربية على مدى عقود ومن جهود فلسطينية كذلك. ولكن مع الأسف هنالك بعض العابثين الذين يحاولون تحقيق مكاسب أخرى بالمتاجرة بهذه القضية، والمملكة مع أشقائها العرب ما زالت يعني لهذه المحاولة تقف في وجه هذه المحاولات وتفشلها. كل ما حاولوا أن يتاجروا أو يعني يصفوا القضية الفلسطينية تتصدى المملكة لهذه المحاولات، وأتى العالم أجمع إلى الرياض قبل أسبوع أو أكثر واتفقوا على أن الحل هو الحل الذي تقوده المملكة والمبادرة السعودية التي أصبحت عربية وبالتالي إسلامية. لا حل آخر غير هذا الحل لإنهاء هذه المأساة. هو في إطار ترتيبات ترتيبات المستقبل بالنسبة لهذه القضية الفلسطينية لقطاع غزة تحديدا بعد أشهر من الحرب، وبالتالي رعاية وقرب السعودية من هذه الحكومة الفلسطينية كيف يجعلها داعمة أيضا لكل ترتيبات المستقبل التي تنتظر هذه الحكومة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب؟ نعم أخي الكريم، يعني كانت إسرائيل وبعض الدوائر العالمية يعني تحاول أن تتهرب من مسؤولياتها بالهمز من زاوية أنه الفلسطينيين منقسمين وأنه الشرعية يعني عليها ما أخذ طقس بالسلطة الفلسطينية. والسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع المملكة التي تدعم هذه السلطة وتدعم هذه الشرعية، منظمة التحرير الفلسطينية دعما غير محدود في الواقع، تم وانبثق عنها هذه الحكومة من التكنوقراط بمباركة السلطة والشرعية الفلسطينية. والمملكة بثقلها السياسي الإقليمي والدولي ترعى هذه الحكومة وتدعمها، ولهذا ترى أنه خلال شهر واحد لقاءين، والمملكة يعني كانت سمو وزير الخارجية أول من اتصل بدولة رئيس الوزراء الجديد عندما تم تكليفه بهذه المهمة. وقبل ذلك يعني يجب أن نذكر أن المملكة العربية السعودية كانت الدولة الأولى التي بادرت بتعيين سفير غير مقيم في القدس لتشجع الدول الأخرى أن تفعل ذلك. إذن المملكة مع هذه الحكومة الشرعية الفلسطينية وليس مع أي جهة أخرى، تسير بهذا التوجه وبهذا المسار لقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعترف به العالم وما يقره القانون الدولي. والمملكة ثابتة في هذا الموقف، وهنالك إجماع عربي، هنالك إجماع إسلامي، هنالك إجماع من المجتمع الدولي كما رأينا في مجلس الأمن الأخير وفي الجمعية العمومية بهذه الجهود السعودية والعربية تم تثبيت هذه الحقيقة. ولا تستطيع حكومة إسرائيل المتطرفة تجاوز هذه الحقائق، ولا تستطيع إيران أو غيرها من العبث والمتاجرة بهذه القضية واستغلالها لأهداف أخرى. طيب هذه الجهود السعودية والعربية التي أشرت إليها أستاذ سامي، سواء من قبل الدبلوماسية السعودية العربية دول الفاعلة أيضا في المنطقة بخلاف السعودية مصر والأردن، كذلك جهود اللجنة الوزارية التي تقودها المملكة، التأثير على يعني كثير من المواقف الغربية في المقابل، ما الذي ينتظر أو ما الدور المنتظر من هذه الحكومة الفلسطينية؟ هناك من يدعو لاستغلال واستثمار يعني المرحلة الصعبة التي تمر بها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وبالتالي ما المنتظر من هذه الحكومة الفلسطينية؟ المنتظر من هذه الحكومة الفلسطينية يعني عليها مسؤوليات كبيرة في الواقع وتاريخية الآن، أن تعمل للم الشمل الفلسطيني، للتركيز على أنه هنالك موقف فلسطيني واحد موحد يتجه إلى تطبيق القرارات الدولية ويطالب بقرارات الشرعية الدولية، وأنه هي الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني أمام
جميع الدول وأمام المنظمات والهيئات الدولية، وهذا حق للفلسطينيين وحق لهذه الشرعية، ويجب أن لا يلتفت إلى أي يعني فصائل أو غيرها الخارجة عن السلطة الشرعية، والتي يعني مع الأسف لها أهداف أخرى. ولكن المملكة أيضا بواقعيتها السياسية تعمل كذلك على إيقاف هذه الحرب في غزة بأسرع ما يمكن، وحقن دماء الفلسطينيين، وعدم دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح المكتظ بالسكان، لتجنب هؤلاء الأبرياء من مزيد من التشريد ومن القتل. إذن المملكة تعمل على كافة الجبهات، تعمل على كافة الجبهات مع المجتمع الدولي، مع الدول الدائمة العضوية وفي مجلس الأمن، مع التنسيق مع أشقائها العرب بموقف موحد والمسلمين كذلك. الآن نتنياهو وحكومة المتطرفة أصبحوا وحيدين يقاومون هذا الزخم الذي لا يستطيعون الهروب أكثر من ذلك. هم هربوا من استحقاقات السلام إلى الأمام لسنين طويلة، ولكن المملكة دائما تعيدهم وتضعهم أمام الواقع. أشكرك من الرياض الباحث في العلاقات الدولية سامي المرشد، شكرا جزيلا لك. وتواجه مستودعات الأونروا في قطاع غزة شحا حادا في الإمدادات الغذائية أو الإمدادات الإغاثية، وذلك بعد إغلاق قوات الاحتلال للمعبر الذي كانت تستخدمه المنظمات الإنسانية. تابع التفاصيل في هذا العرض. ولا شيء يعني بالاول كانوا الوكاله يعني تنقط علينا شويه حاجه شيء معلبات كبونا، لكن بعد ما سكروا المعبر الحمد لله ما شفناش ولا شيء. يوم رمضان يعني من شهر رمضان الفضيل لحتى الآن يمكن استلمنا كابونا وبس، بعد هيك ما استلمناش، ولما بنروح نطلب من الوكالة بقول لك فيش إمكانيات، ما فيش إشي متوفر.